قلب الرنجة والنقشات، استطاعت مريم عياد ابتكار منتجاتها الخشبية من عرائس الماريونيت والميداليات. هذا المشروع الذي بدأته قبل عامين وتشارك به اليوم من داخل معرض ديارنا للمنتجات الحرفية، وتحديداً من داخل جناح ذوي القدرات الخاصة. ابتديت أجيب خشب وأدور على الورش في درب الأحمر، وأدور على المخارط والنجارين العاديين اللي هم قطاعي الخشب، واخد العروسة وافكها واعمل زيها. كنت في الاول بشتري الخشب، بشتري عادي يعني، بروح لمغلق خشب واشتري الخشب اللي انا محتاجاه. بعدين قلت لا، يعني هو كده مش هجيب ثمن ومش هيبقى زي ما كنت بشتري، خصوصا ان انا هتعب في التلوين وهتعب في حاجات تاني. فابتديت اقول لا خلاص كده يعني مش هينفع، ندور على بديل. ابتديت الف في الشارع والم اي خشب، وبعدين بصيت لقيت الصندوق بتاع الرنجة، وكنت بلم عصاية المقشة برضو عشان مدورة وفيها شكل فممكن تتعمل حلقات عجل بس. فقلت لا خلاص بقى أنا كده، يبقى دول الحاجتين اللي أنا عايزاهم من الحتة دي. مريم هي واحدة من ضمن 31 عارض من ذوي القدرات الخاصة المشاركين بمعرض ديارنا، والذين يقدمون من خلاله مجموعة من المشغولات اليدوية التي تتنوع بين حلي ومفارش وحقائب وشموع ولوحات وملابس. أنا بشارك للمرة الخامسة في معرض ديارنا أو السادسة تقريبا، وبشارك بالتصورات بتاعتي. هو المنتجات اللي بيعرضها عبارة عن أعمال فوم، عبارة عن زي مقلمة أو تحط فيها فرش سنان بناس، الحاجات اللي زي كده سواء الأطفال أو الكبار، وبعض الأشغال اللي هي تدوير بالسيديهات القديمة. الحاجات دي هو من ضمن، واللوح بتاعته دي من ضمن الحاجات اللي كان هو بياخد ورش عمل، ففكر في الفكرة دي وأنا طبعا بساعده. طبعا ده تفاعل الناس معاهم، وان هم يشوفوا حاجتهم معروضة قدامهم، والناس بتحب حاجتهم ومعجبة بحاجتهم، وان هم حاسين ان هم مميزين الحمد لله في المعرض. دي حاجة بتسعدهم جدا جدا جدا. ويوفر معرض ديارنا فرصة كبيرة لتسويق منتجات أصحاب المهن الحرفية وأبناء الأسر المنتجة من ذوي الاحتياجات الخاصة. مشغولات فنية ويدوية وحلي من أيدي ذوي القدرات الخاصة بمعرض ديارنا هذا العام، والذين خصص لهم جناحا خاصا لقى إقبالا كبيرا من جانب الحضور. شيرين مجدي، إكسترا نيوز.